بسم الله الرحمن الرحيم. بص صديقي مشجع ريال مدريد، انا عارف ان الموضوع ممتع شويه، يعني كان لسه هيتحفل عليك واقيموا الافراح. ريال مدريد رجع بالتعادل من بروسيا مونشنجلادباخ، واخر 5 دقايق دول ممكن ينسوك ال 85 دقيقه اللي الفرقه كانت بتحك فيهم، وكان وضع الفرقه منال ب 60 ليره. بس ليس هذه الازمه، هذه الازمه هي بتكمن ان انت بتخش على الفيديو ده بتعمل لايك ولا بتعمل سبسكرايب، وحتى لما بتعمل ديسلايك مش بتقول لي ليه بتعمل ديسلايك، او حتى لما بتعمل لايك ما بتسيبليش حتى كومنت تشجيعي تحت تقول لي كمل استمر مش عايزين نشوف وشك تاني. بس مش دي المشكله، المشكله ان ريال مدريد لو كان خسر النهارده وكنت لقيت يا مكسره كان حاطط تحتيها زين الدين زيدان ومندي. بصراحه انا لو من زين الدين زيدان انا هركب مندي ماتشين ثلاثه في الدوري، علشان الهدف الثاني اللي هو كان عامل تغطيه غريبه جدا في ده محتاج حساب لوحديها اساسا. سيبك من الفرقه شكلها الدفاعي السيء نوعا ما، سيبك من نص الملعب عاجز على ان هو يخلق فرص، سيبك عن الفرقه لحد دلوقتي مصممه تلعب كرات عرضيه عادي يا معلم، ما عندناش اي مانع طالما بتجيب نتيجه يبقى سيبوهم يعملوا اللي هم عايزينه. فلسفه زيدان بتكون ناجحه لما الفرقه تكسب، بتلاقي التطبيل على ابوه، اي حد يقول لك ريال مدريد بيعمل شغل زي الفل، ومش هيقول لك ان ريال مدريد لما بيقطع منه الكوره بيكون عنده فضايح مش مشاكل، مشاكل دي بتكون حاجه قليله. بص انا احب ان احنا نختلف على الاخرون، فانا هقول لك ال 85 دقيقه دول النهارده ريال مدريد بيلاقي فرقه زي بروسيا مونشنجلادباخ الحمد لله رب العالمين ما عندهمش جناح يمين سريع الحمد لله يعني، والا كان نفخ مندي وكان نفخ معاه توني كروز، وزي ما عمل معاهم تيتي في المباراه بتاعت شختار كان ممكن الكلام ده يحصل لو كان فيه جناح شمال. الحمد لله النهارده مفيش جناح شمال، بس في جناح يمين. ما هو النهارده المشكله بتاعت ناحيه الشمال، الماتش اللي فات اتقلبت النهارده ناحيه اليمين، فجاه كده لقيت ان في ماركوس ترام اللي هو ابن ليان ترام، فجاه لقيت ان ماركوس ترام ده الفرقه كلها بتعتمد على لاعب واحد بس 4 5 1 في الحاله الدفاعيه، علشان خاطر مفترض ان هم بيلعبوا ال 4 2 3 1، بس ال 4 2 3 1 دي وهي معاهم الكوره، وبصراحه يعني للامانه وهي معاهم الكوره كانوا بيحاولوا ان هم يخرجوا من تحت. ريال مدريد كان بيعمل ضغط عالي، بس كان عندهم شويه هدوء غير طبيعي، زومير وجنتر كان عندهم فكره ان احنا نحاول نبدا من تحت علشان خاطر نشد ريال مدريد ونلعب لماركوس ترام في ظهر لوكاس فاسكيز. وبصراحه يعني فكره فاسكيز ناحيه اليمين دي مش عارف ابلعها يعني، بصراحه يعني كله بفكر نفس المدرب اللي بيلعب فاسكيز عشان خاطر مضطر، عشان خاطر ناتشو مصاب، وعشان خاطر كمان داني كارفاخال مصاب، فمضطر ان انا العب فاسكيز. دي مشكله بصراحه، لان فاسكيز ما عندوش ابجديات الباك، ما بيعرفش يدافع، والمشكله بتاع ما بيعرفش يدافع دي في ريال مدريد بحس ان هم مش مهتمين بيها. يعني اهم حاجه بالنسبه للعيبه ريال مدريد واحنا معانا الكوره نلعب على الاطراف علشان خاطر نحاول نلعب كوره عرضيه، ولما بنلعب كره عرضيه طبعا كريم بنزيما جوه، بنلاقي فينيسيوس بيحاول يضم معاه، بنلاقي كمان توني كروز بيبقى واقف بره منطقه الجزاء، وبنحاول نلاقي فريدريكو فالفيردي بيضم معاهم في منطقه الجزاء علشان نعمل كثافه. طب يا جماعه لما الكره بتترد بقى ما فيش حد بيرجع من الناس دي، ما خلاص الناس دي اتضربت، والناس دي عقبال ما تفكر ان هي ترجع للحاله الدفاعيه يكون عندها مشكله. وبسم الله ما شاء الله بتحس ان فاران بيتلم كده بالميز دكول، يعني اي حد معدي قدامه ممكن اعدي يقول له اتفضل اعمل اللي انت عايزه. وراموس هو راموس لعيب اسطوري بصراحه في الحاله الهجوميه، طول ما الفرقه بتهاجم وطول ما راموس متاح ليه ان هو يطلع يلعب ضربات ثابته بدماغه، متاح ليه ان اي ضربه ركنيه اي ضربه جزاء بيطلع يلعبها، بيكون ممتاز جدا. انما في الحاله الدفاعيه بيتعدى عليه واحد على واحد عادي جدا وسهله جدا، بتلاقي ان هو بيتضرب بالسرعات، ومره واحده بتلاقي ان في انفرادات راحت بالزوفة ومطلب ان تربو كورتوا يتصدرها. الشوط الاول ريال مدريد عمال يلعب بالعرض، وعمال اهم حاجه بالنسبه لنا احنا بنقع عرضيات، احنا مستعدين نعمل اي حاجه في مقابل ان احنا نلعب عرضيات. طب ما لعبناش عرضيات مش هيجيب جوان، احنا جوان غير ما العرضيات. نفس المشاكل بتاع فينيسيوس هي لعيب بيجري بس، لعيب ما عندوش الفينش، لعيب هو بيعرف يعدي واحد على واحد، بيعرف ياخد سبرنتات بس ما بيجيبش جوان، الموضوع بالنسبه له معروف. اما اسانسيو فبصراحه يعني اسانسيو بحس ان هو بيمتع نفسه الايام دي، الولد بيقدم مستوى ممتع جدا جوه الملعب، بيحاول ان هو يرجع نفسه، بيحاول ان هو يفصل نفسه تماما عن الفريق، ودي حته سيئه برضه، لان ريال مدريد لما كان خسران 2-0 كنت بلاقي الكره لما بتيجي لماركو اسانسيو بيحاول يعدي واحد على واحد، بيحاول يعدي بالكعب، اللي هو انت بتعمل ايه يابا الفرقه خسرانه يابا خلي عندك دم، العيال خسرانين ومفترض ان هم بنحاول نرجع في النتيجه. ماليش دعوه انا نازل امتع نفسي. طب يا عم متع نفسك واعمل اللي انت عايزه يا عم، كده كده خربانه هي جت عليك، ده اي كره بتيجي ناحيه الشمال بنلاقي ان مندي بيتسوح لوحده، حتى لو ما فيش حد قوي ناحيه الشمال لا انا ماليش دعوه. هوفنام ده الهاف اليمين اللي بيلعب قصادي ماليش دعوه بيه، سيء مش سيء انا ماليش دعوه، انا هغلط براحتي وهخربها براحتي. حتى الهدف الثاني يا راجل، الهدف الثاني الراجل الله يبارك له واقف هنا، وكان واقف على الطرف، وفجاه بتلاقي ان ترام الكرة اتشاطت وبعد كده هو واقف قصاده على طول، وفي الاخر انا اللي بيحرق دمي اللعيب اللي بيبقى مغطي ده وهو اللي بيقول لك اوف سايد. يا ابني انت مش عارف انت واقف فين وبتقرفنا احنا ولا بتعمل ايه بالظبط ولا في، انت اللي مغطي وانت اللي بترفع ايدك. فجاه بقت النتيجه 2-0، فجاه بقى الريال مطالب ان هو يرجع في النتيجه، الوقت بقى بيسرق ريال مدريد.
لا مضطرين ان احنا ندور ننزل هازارد. اه هو لسه راجع من اصابه بس عادي يعني، من امتى هازارد ده كان سليم؟ النهارده بتلاقيه ان هو يلا يا جماعه لوكا مودريتش، عشان خاطر مودريتش ما يقدرش يشيل 45 دقيقه او 90 دقيقه كامله، فيلا هنغير توني كروس اللي ما كانش ظاهر برده. فريدريكو فالفيردي النهارده علامه استفهام بصراحه، بس مش ده المهم. المهم كازيميرو، كازيميرو في الهدف الاول بيقدر ان هو يجيب الكره ويطلع من بره خالص، بيقول كريم بنزيما خد يا عم هات الهدف الاول عشان خاطر نحاول نرجع في النتيجه، او حتى لو خسرنا نطلع 2-1 ما فيهاش مشكله. وبتلاقي كمان ان كازيميرو باللقطه اللي بيعمل بيها فيها فاول وبياخد انذار عشان خاطر الفرقه ما تلبسش الهدف الثالث، بتلاقي ان كازيميرو الكره اللي بعدها بيطلع يزيد معاهم في الحاله الهجوميه، بيقدر ان هو يجيب الهدف الثاني عشان خاطر الناس تنسى كل العك والغتا اللي كان موجود في ال 85 دقيقه وتقعد تركز بس على المنتدى اللي ريال مدريد عملها في 5 دقائق. بس عزيزي مش عايز اقول لك ان الوضع مميز قوي للدرجه دي، يعني لو دورت على المباراه ريال مدريد ما ضيعش كور كتير، لان ريال مدريد زي ما قلت لك يا عرضيات يا مش هنلعب كوره في نص الملعب، وما عندناش حد بيشوط ولا عندنا حد بيعدي واحد على واحد ويشوط مثلا من على الطب، ما عندناش الكلام ده، احنا عندنا عرضيات بس، وطول ما احنا ماشيين عرضيات بس ده هتبقى محتاجين زيادات، ولما الكوره تتقطع هنلاقي برده انفرادات، وهنلاقي برده متاح ان احنا يجي في الهدف الثالث والرابع عادي. وهي دي المشكله بالنسبه لريال مدريد يا جماعه، الكوره مش هجوم بس، ما انت ما تحطليش كازيميرو بس في نص الملعب وتقولي هو اللعيب المفترض ان هو يكون قاطع كرات، وهو اللعيب المفترض ان هو هيغطي التقدمات بتاع الاطراف، علشان خاطر فريدريكو فالفيردي ناحيه اليمين الثاني بيعمل تقدمات برده، فمنتظر ان الراجل هيسد تقدم فريدريكو وهيسد تقدم توني كروس، وانا واقف لوحدي انا في نص الملعب اشيلهم انا الاثنين، وايه لما راموس يجي له قلب ان انا هطلع هاجم بنزل انا ثالث معاهم. بصراحه اللي بيعمله كازيميرو من ابداع وامتاع في ريال مدريد بيستاهل عليه ان هو ياخد مان اوف ذا ماتش حتى لو الفرقه كانت خسرت. بصراحه كازيميرو لعيب فوق العادي وفوق الخيال احيانا، لان بصراحه جوه الملعب بتاع ريال مدريد بياخد وجبات كتيره جدا، لدرجه انك تحس ان يا جماعه طب فين نص الملعب لو كازيميرو ده جرى له اي اصابه. بص الف مبروك ليك على التعادل والنقطه، لان يعني في كلاب هنا بداوا ان هم يتخانقوا مع بعض وهتلاقي ان الصوت عالي في الفيديو، فمش مستاهله بقى ان احنا نخش نتكلم في اي حاجه. واهم حاجه ان ريال مدريد عرف يبطل 85 دقيقه دول بالخمس دقائق الحلوين دول، وقدر ان هو يرجع بنقطه، علشان خاطر لو ما رجعش بالنقطه دي كان هيبقى في مشاكل كتيره قوي والمجموعه كانت هتعقرب. طب هات دلوقتي ريال مدريد فرصه قويه في الصعود، والله هو طول ما في لوكاكو موجود في انتر فعادي يا معلم، الف الف مبروك ليك الصعود للدور الجاي. كنت خايف انت من حوار انك تنزل تلعب اوروبا ليج بعد المباراه، بس الحمد لله احمد ربنا ان انت عندك لعيبه زي كازيميرو. قبل ما الناس انت تحمد ربنا مش تخسر حاجه لو عملت لايك، لا عيب ولا حرام.